صباح طيب وكله خير على حضراتكم. ودلوقتي جه ميعاد اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حر بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه، ومائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. انما بالليل الجو هيكون معتدل على اغلب الانحاء، لكن كمان في نشاط للرياح ممكن تكون مثيره للرمال والاتربه على الصحراء الغربيه وشمال الصعيد، مع وجود فرص لامطار انما خفيفه على السواحل الشمالية. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الجو، خصوصا زي ما قلتي امبارح أنه بالليل أول مرة نحس أن الجو حر بالليل، مش محتاجين نلبس حاجة خريفي بالليل. هو طبعا دي عبارة عن ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة، يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهنا ان الخميس والجمعة ارتفاع في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. النهاردة الجمعة الارتفاع مكمل معانا في اغلب المحافظات، لان لسه بنتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية وتحديدا من الصحراء الغربية، فده بيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة، فبالتالي بنحس بالاجواء الحاره فتره النهار. النجوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 34 درجه مئويه، ودي تعتبر درجه الحراره مقاسه في الظل. لو انا موجود تحت اشعه الشمس هحس بارتفاع قيم درجات الحراره اكثر، فبالتالي اجواء حاره فتره النهار في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، اجواء مائله للحراره في المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط، تبقى شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد ومناطق كمان من جنوب سيناء، ده بيكون في فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة. الليلة اللي جاية إن شاء الله، يمكن الليلة اللي فاتت دي كان فيها بالفعل ارتفاع في قيم درجات الحرارة، والصغرى فترة الليل سجلناها 27 درجة مئوية، فبالتالي احنا حسينا بالأجواء الحارة فترة الليل كمان. لكن الليلة اللي جاية إن شاء الله مصادر الكتل الهوائية مع فترة المساء هتبدأ تتغير، تتحول للكتل الهوائية الشمالية، فهنبدأ تدريجيا نبدأ نحس باعتدال الأجواء فترة الليل، أجواء معتدلة تماما فترة الليل في معظم المحافظات وخاصة كمان المحافظات الشمالية. وعلى مدار الليالي اللي جاية في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هترجع تاني البرودة موجودة في الجو، هنرجع تاني بندور على نوعية الملابس فترة الليل، هتكون الأجواء مائلة للبرودة. خاصة كمان ان احنا متوقع اليوم يكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتختلف من منطقة للتانية، لكن هي بتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. هل هي محملة برمال واتربة فممكن تعوق الرؤية الافقية على الطرق؟ هي هتكون محملة بالاتربة والرمال المثارة في مناطق معينة زي الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد ومحافظات الصعيد، وممكن تأثر طبعا على الرؤية الافقية. المناطق الثانية إن شاء الله النشاط الرياحي اللي هيبقى موجود فيها هيلطف الأجواء ويحسسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة مع فترة المساء وساعات الليل، لأن النشاط الرياح ده موجود في معظم المحافظات. كمان اليوم هيبدأ يأثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيبدأ يأثر بشكل كبير على المنطقة الغربية، ومع تقدم ساعات اليوم يبدأ يأثر على أغلب السواحل الشمالية، فكمان اليوم متوقع إن يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري، بتكون طبعا على فترات متقطعة ومنطقة دون الأخرى، مع كمان اليوم استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. اليوم ارتفاع أمواج على البحر المتوسط ما بين 2 إلى 3 متر، البحر المتوسط غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه، حتى كمان اعمال التنزه لو احنا بنروح البحر المتوسط او بنبقى بنحب ننزل البحر المتوسط، بقدر الامكان نتجنب البحر المتوسط اليوم وبلاش التعمق داخل البحر المتوسط، لكن البحر الاحمر معتدل مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. مع بكره السبت ان شاء الله يبدا بقى الكتل الهوائيه بشكل كبير الشماليه القادمه من جنوب اوروبا تاثر علينا، كمان هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فترجع تاني قيم درجات الحراره تنخفض فتره النهار وفتره الليل، نرجع للاجواء الربيعيه المعتدله لفتره النهار المائله لخمسينيه قوي يا دكتور. يعني الاجواء الخمسينيه دي احنا ممكن هنكمل معانا او هتكمل معانا لحد امتى؟ هي الاجواء الخمسينيه لو احنا بنتكلم على النهارده وامس هم بس كانت معانا، هي حاله جويه كانت سريعه، لكن من بكره الاحوال الجويه تتقر بشكل كبير، مش هيكون في اي فرص لوجود الاتربه والرمال المثاره، الاحوال الجويه ترجع تاني الاجواء الربيعيه
ما بين المائله للحراره او المعتدله فتره النهار، المائله للبروده فتره الليل، ده هيكون على مدار الاسبوع كله. لكن وارد تكرار مره اخرى نشاط رياح المثير للرمال والاتربه حتى انتهاء فصل الربيع، او على الاقل حتى انتهاء شهر 5، لان دي سمه اساسيه في فصل الربيع ان يتكرر حالات رياح الخمسين او المنخفض الخمسين اللي بيكون مع ارتفاع في الحراره ويكون معاه كمان اتربه ورمال مثاره. بس الحمد لله يعني هي تنتهي اليوم على الاقل، وعلى مدار الاسبوع القادم كله الاجواء هتكون اجواء مستقره، لكن هنرجع تاني نحس بالتباين الكبير في قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل. نرجع تاني ناكد وبننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس فتره الليل. ما زالت البروده هتبقى موجوده في الجو، قدر الامكان الملابس ما تكونش ملابس صيفيه بشكل كامل، تجنبا طبعا لنزلات البرد، خاصه الطلبه وهم رايحين المدارس فتره الصباح الباكر، احنا واحنا رايحين اشغالنا فتره الصباح الباكر، الملابس ما تكونش ملابس صيفيه بشكل كامل. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه النهارده واحنا خارجين يفضل طبعا ارتداء الكمامات، القياده تكون بهدوء تام وخاصه على الطرق المؤديه من والى محافظات الصعيد. ومهم كمان ان احنا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان ما زلنا في الربيع، هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه واللي وارد جدا يحصل فيه تغير في حاله الجو من يوم للتاني. وبقدر الامكان النهارده تحديدا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، عشان ده ما يخليناش نحس بقيم درجات حراره اعلى، لان احنا دايما بنقول درجه الحراره المحسوسه بتبقى اعلى من درجه الحراره المقاسه في الظل، وده هيبقى يختلف بقى من تعرضي لاشعه الشمس وقت الوقت اللي هتعرض فيه لاشعه الشمس او المده اللي هتعرض فيها لاشعه الشمس. دايما بحب اسالك ايه اكتر المناطق اللي الناس ممكن تخرج وتتفسح فيها وتستمتع بالاجواء اللي موجوده؟ هو طبعا احنا عندنا الاماكن الساحليه المطله على البحر الاحمر بشكل كبير درجه الحراره فتره النهار او فتره الليل تسمح ان احنا ننزل البحر، فنقدر نستمتع بالاجواء كمان في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر، فنقدر نتجه للاماكن المطله على البحر الاحمر بشكل كبير. كمان الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكن مش هننزل البحر المتوسط لان اليوم تحديدا في اضطراب، ممكن لو احنا حابين بكره، لان بكره ان شاء الله البحر يعتدل بشكل كبير. هي دي الاماكن اللي ممكن نخرج فيها بشكل كبير ونستمتع بالاجواء، لان احنا عندنا اغلب محافظات الجمهوريه فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره بشكل ملحوظ، وخاصة كمان في المناطق الجنوبية. أو فترات الليل إن شاء الله هتبدأ الأماكن الداخلية وخاصة الشمالية منهم القاهرة الكبرى والوجه البحري الجو يلطف فيها بشكل كبير، الكتل الهوائية الشمالية مع نشاط الرياح، فنبدأ نحس إن الارتفاع اللي كان موجود ده فك في بعض الأماكن والأجواء بدأت تكون معتدلة بشكل كبير. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وعلى طول هنبدأها من القاهرة للعظمى فيها 34 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 34 21، اسكندرية 26 18، والعالمين 25 17، مطروح 24 16، ودمياط 33 19، بورسعيد 34 19، الإسماعيلية 35 19. السويس العظمى فيها 34 والصغرى 20، العريش 33 18، وكاترين 24 13، طابا 31 20، حلايب 34 21، شلاتين 36 20، وشرم الشيخ 36 25، الغردقه 37 25، والفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 21، بني سويف 37 22، الوادي الجديد 40 23، واسيوط 39 23، سوهاج 38 24، قنا 39 23، الأقصر 40 24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 25.